ويبقى معنا محمد فنيش مراسل الغد من لندن. محمد، يعني هل تضاءلت الفرص بإتمام اتفاق وإبرام اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل موعد الخروج؟ يوم أمس كان هناك تفاؤل بين الطرفين، أقصد الطرف البريطاني والأوروبي، بشأن التوقيع على اتفاق خروج يضمن لكلا الطرفين مصالحهما. لكن اليوم اختلف الأمر وباتت هناك تشنج بشأن صيد السمك في المياه البريطانية. عندما نلاحظ أن تصريحات بوريس جونسون وتعقيب كذلك ميشيل بارني على الموضوع، نرى أن الطرفين يلمحان إلى أن هذه الصيد في مياه البريطانية خط أحمر بالنسبة للبريطانيين، ومطالب مستمرة ومؤكدة من الطرف الأوروبي، وبالتالي يبدو أن كلا الطرفين يحاول أن يتشبث بموقفه. هذا التشبث جعل هذا الاتفاق يتعثر، إنجاز هذا الوصف كما وصفه كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست. وبالتالي ميشيل بارنيه قبل قليل قال أنه لم تفصلنا إلا ساعات من أجل أن نصل إلى اتفاق أو عدمه، وبالتالي يبدو أن الوقت بات ضيق، أن الوقت ليس في صالح الطرفين، خاصة إذا ما اتجه إلى رؤية عدم الاتفاق. وبالتالي 31 من هذا الشهر والموعد لتفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هناك أمور اقتصادية مرتبطة بمصالح الطرفين، خاصة على مستوى بريطانيا وفرنسا الدولتين الجارتين، وكذلك على مستوى بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وبالتالي إذا ما تم الاتفاق الأمور ستذهب بشكل سلس، لكن إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه، الأكيد أن الساعات القادمة والأيام القادمة ستكون صعبة، خاصة أن هنا يحتاج الطرفان يحتاجان إلى وقت من أجل تصويت كلا البرلمانين على الاتفاق. محمد فنيش مراسل الغد كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.